بطولة الكتاكيت والبراعم والأشبال، هذا هو الأمل ديال الكاراتيك، والمشاركين يفوق 700 مشارك ومشاركة. نتمنى إن شاء الله يكون هذا هو المستقبل ديال الكاراتيك، وعلاش لا، لأن كل الأطور والمسؤولين عن الجامعة الملكية المغربية للكاراتيك يقفون على قدم وساق لتكوين هاد الأبطال الصغار. اليوم تنعيش أطوار البطولة الفئات الصغرى، وتبارك الله العدد كبير، هذا تدل على إقبال الصغار بكثرة على رياضة الكاراتيه، وتلاحظ كذلك أن مستوى التحكيم يصل إلى الجودة. الفوز هذا ما جاش بفراغ، جاب مجهود كبير اللي خدمت في النادي، وكنقول كنشكر الأطر ديال الجامعة الملكية للكاراتيه. كنشارك بطولة المغرب وكنحصل على الرتبة الأولى على الصعيد الوطني بفضل الأستاذ ديالي أستاذ رقيق، وبفضل الوالدية، وكنشكر كاع الناس اللي داعموا معايا. أنا فرحانة حيت جيت جبت المرتبة الأولى، وتنشكر لاصال ديالنا اللي هي فيفون سبور على المجهودات والمثابرة اللي ثابرت معنا باش وصلنا لهاد النتائج. فائز بهاد اللقب هذا 5 مرات على التوالي، كان هادي الفوز هذا لوالديا والأستاذ نتاعي هشام بوي الغمان والطاقم الفني. بالنسبة للتظاهرات ديال البطولة الوطنية للتبالي للفئات الصغرى كتاكيت وبراعم وأشبال، بالنسبة للتنظيم تنظيم جد محكم ومستوى جد عالي في التنظيم، حتى بالنسبة للقاعة وجمالية القاعة والأبسطة اللي توفروا الراحة للأبطال المشاركين اللي هما أبطال الغد في رياضة الكاراتيه، وخاصة في فن التباري، وهذا اللي كيعطي واحد الدفعه كبيره لهاد التظاهره باش تكون ناجحه، وباش كتعطي تحفيز وروح ديال المنافسه لهاد الابطال المشاركين باش يعطيونا نتائج حاليا ويعطيونا ان شاء الله نتائج مستقبليه.